مشروع هذا القانون هو الإجراء الأمثل للتجاوب مع معطيات المرحلة وآفاقها المستقبلية. ومن واجبنا جميعا أن نحقق تطلع مواطنين بالجنوب. لقد حان الوقت لأن نجعل من هذا الجزء العزيز علينا من بلادنا مركزا تنمويا أساسيا واستراتيجيا يحقق كفايته من حاجياته التنموية ويسهم في تنمية شمال البلاد. فلقد بات من الضروري أن نعزز التفاعلات التنموية بين الشمال والجنوب بحيث نعمم ثمار تنميتها على كامل إقليمنا دون أي تمييز أو مفاضلة. ذلكم خيارنا منذ الاستقلال ومن واجبنا تجسيده في الميدان. وبعيدا عن الاعتبارات التنموية والسياسية، لا بد من الإشارة إلى أن كل المقاطعات الإدارية المعنية بهذا المشروع الوطني المتميز هي جماعات محلية حدودية تمتد على مساحات شاسعة وتلعب دورا أساسيا في الاستراتيجية الأمنية للبلاد. فمعطيات المنطقة على الصعيد الجهوي تنذر بأخطار محدقة وتحديات عدة لم تكن بلادنا لأن تسلم منها لولا الاستراتيجية المنتهجة في التعامل مع الإقليم تنمويا إداريا وأمنيا. لهذا الغرض وبالنظر لنجاعة المقاربة المعتمدة، فمن الضروري تعزيز التأطير الإداري والمؤسسات للولايات الجنوبية من خلال تغطية المقاطعات الإدارية المعنية، حيث ستتمكن الدولة من التحكم بصورة أحسن في تأطير هذه الأقاليم وتأمينها، وفي نفس الوقت تحسينها من التحديات والمخاطر المحيطة بها.